أنا كتير جوعانة وأنا بكندا اليوم وموجودة في كوسكو. حنجرب أكل كوسكو ونقيمه على 10. مشوا معي. مش عارفة شو بدي أطلب. عندهم بيتزا، عندهم هوت دوغ، وعندهم فرايز، والريحة بتشق القلب. خلينا نشوف. وعلى فكرة أسعار كوسكو بكندا أسعار كتير حلوة، يعني منا غالية ومنا رخيصة كمان، والكواليتي كتير هاي. ما في حدا ياخد الأوردر على فكرة. يا جماعة في كوسكو انتو بتطلبوا الأوردر لوحدكم، تعالوا نطلب سوا. روتين 2 هوت دوغ، البيبروني، أي نوع بيتزا؟ بيتزا. And let's pay. Order. No. And طلبنا 2 بوتين، طلبنا هوت دوغ، وطلبنا بيتزا، والتوتل طلع معنا 18 دولار و6 سنت. يلا ننطر. الرقم الاوردر معنا 651، وعلى الدور هن بعيطوا على الرقم. سو اعطتني 1 بوتين وانا طلبت 2. كثير في عندهم عجقه، كثير الناس بتحب الاكل في كوسكو. سو قالت لي شوي وراح اعطيك اياه بس اخلص الفرايز. راح انطر، ما راح نبلش لحتى اخذ الاوردر كامل. يلا يا اختي، وير از ماي بوتين؟ طولوا يا جماعه. شو ها That's me. Sorry, she's just waiting for. Thank you. So هيدا هو البوتين الثاني. هلا بدي روح ظبط الهوت دوغ، نحط عليه الصوص. ماشي معي. حطينا ماسترد وحطينا كاتشب. في ايش هيدا؟ ربش. اوكي خلينا نحط هيدا. طيب اوكي يلا ندوق. انا مصدقه امتى. اوكي اول شيء حنجرب الهوت دوغ دين يلي عملناه. This one. Look. كترنا ماسترد. It's fine. It's starving يعني. طيب. هيدا بيف هوت دوغ صح؟ اوكي. نايس طيبة. 9/10 هاي. أهم شيء لليوم هو هيدا. هيدا البوتين. واو ريحته بتشق القلب. خليني آخذ فورك. البوتين هو أكلة تقليدية كندية. ليش؟ كندا مشهورة بزراعة البطاطا. والبطاطا بتدفي وبتشبع. سو مع الجبنة ومع الجريفي بتصير واو. وبلد باردة. إذا جيتوا على كندا لازم تاكلوا البوتين، ما فيكم. الجوع كافر يا جماعة والله. واو وهيدا الشيء 10/10. مو قادرة أوقف. حرام آكل بيتزا بعد هذا، بس لازم نجرب البيتزا عشان نقيمها. البوتين 20/10 في كوسكو. خلينا نجرب التشيز بيتزا. منيحة. Not wow. ما بحب البيتزا تكون سميكة هيك، لازم تكون رقيقة. بس الأولاد يوجولي بحبوا هيدا الشيء. بحبوها تكون هيك مثل هوم ميد. منها إيطاليان at all. 6/10. منيحة. جربوا كوسكو. إذا ما جربتوا قولوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا جربتوا الأكل في كوسكو كندا خبروني برضو رأيكم بالتعليقات.
بون ابيتيت. هلا لم تبهت في اخر الفيديو انه الكابس اللي اعطوني اياهم مكتوب عليهم بيبسي. انا بعتذر من كل الفلسطينيين، انا فلسطينيه. هيدا الكاب رح نشيله وما رح نشرب منه، مع انه في قلبه في مي على فكره، اوكي، وما بدنا اياهم على الطاوله. بليز فيك تاخذهم.